الشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي. فرح جدا بلقاء شباب من منطقة الكرامة. أتشرف بأن أكون أحد أعضاء الهيئات التعليمية في نينوى. نجاحها والأمور اللي تنجح هي اعتمادها على يد الشباب. هون الكل مستطيل حتى نقرأ سلام الوطن العراقي. قراءة الشيخ خميس الخنجر. عبود العب يا سلطان العب. تلعب عب. بإشراف الدكتور رعد رمضان الجبوري تقام هذا الكرنفال الرائع. عند الشباب يا سلطان العب الرائع. عند الشباب. على يلعب يا سلطان العب على يمر. الكابتن سامر ابو عزيز. استاذ محمد تفضل. افضل حارس. احتفاء بأعياد جيشنا العراقي الباسل والشرطة العراقية البطلة والذين ضحوا بدمائهم من أجل تحرير مدينة الموصل ومحافظة نينوى، أقمنا اليوم كرنفال رياضي احتراما وتقديرا لهؤلاء الشهداء والمقاتلين الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحرير هذه المحافظة. هذه البطولة هي برعاية الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر وبإشرافي شخصيا، أقيمت على ملعب التفوق في حي الكرامة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل. هذا الكرنفال يعد دعما لقطاع الرياضة في مدينة الموصل. إن شاء الله مستمرون على دعم كافة شرائح وأبناء مدينة الموصل ومحافظة نينوى. أقيمت اليوم بطولة الأستاذ خميس الخنجر والأستاذ رعد رمضان على ملعب الكرامة، ملعب التفوق بين فريق القمة وفريق الظلال، وانتهت المباراة بفوز فريق القمة بنتيجة 2-1.